شوف فين القلوب ولا هو هذاك مزيان. تنشوف راسي واش مقلوب ولا هو هذاك. ما مقلوبش. السلام عليكم، اش اخباركم؟ لاباس؟ معز عليكم لاباس؟ تنبارطاجيو نقد تتشير وانا معاكم. السلام عليكم الياس، كي داير اخويا؟ بخير عليك، احوال طيبه؟ الله يحفظك. انا اخي سيمانة دبز مع الحياه. خويا يوسف لاباس عليك؟ الحضور كاين، دوك نبداو نيشان. درت هاد اللايف على ود واحد الحاجة ديما تنطقش مع الناس عليها وتدبزوا معايا عليها، ديما تيوصلوا للدباز. هو أنا راقون على أراق ومثلي أراق، يا وليدي على المتنبي. هو أنا اللي تنقول له راه ما كاينش اللي خرج على هاد الأمة قد الدعاوي، ما كاينش اللي خرج على هاد الأمة قد الدعاوي، الدعوات لله سبحانه وتعالى اللي مفروض بها تكون هي اللي تتهز الأمة، بالنسبة لي اللي خرجت على الأمة. ولكن الناس مالها؟ الناس ما تتقبلش هاد الهضرات يا صحاب. اليوم تنضرب في عمق الدين، هو لا لا، راه تنضرب في عمق السلوك الاجتماعي الكماعي، فهمتيني؟ لأنه فكروا معايا دابا، تنعطي واحد المثال زوين. تتكون غادي دوز امتحان، تتقول لك الوالدة والله يسهل عليك، زوينة دايوة أنيقة بنينة. تتمشي نتايا تتجي ولا غير زيرتا، تتلقى راسك جاي بجوج، تتسقط. شي يقول لك ايوا ما كتبش الله؟ هو راه شناهو؟ هو انت حمار حمار حال ميم الف نون راء واو نون، ما عندها حتى شي علاقه بالدعاوي. الا نتايا ما ديالش ديك الماده، يمكن لا نتايا تكون ديال التربيه البدنية مثلا صحيحون تقد تكون صحيحون، ما يمكنش تخرج عالمون، ماشي كلشي تيخرج عالمون، تقد تخرج صحيحون، فهمتيني؟ ولكن حنا فاش نلصقوا الفشل ديالنا بأن الله ما بغاش؟ هو راه لا، راه الإرادة كاينة عند الله، هي الوجود ديالك، ولكن انت ما ديالش الفيزيك بكل بساطة، فهمتيني؟ انت ديال لاصر الحديد مثلا، ولا دير الشوتوكان كاراتي. الشوتوكان كاراتي، المهم تقد تعطي بحال واحد تيقول لك غنتلاقاو غدا ان شاء الله، تقول له اختاش غنتلاقاو، تيقول لك صافي غدا معايش تجي، تيقول لك ان شاء الله. سير فسر انت هذيك ان شاء الله شنايا؟ واش 7 8 9 10 11؟ المهم ان شاء الله. واش غدا متاكد نجيو ان شاء الله؟ حنا في اراده الله. شي يقول لك الا الله بغى راه غنجي، والا الله انا هكا تنسمعها، والا الله ما بغاش راه ما غنجيش. كان الله قال السامر عليك غير نتايا بحال هكا، ما بغيتوش يمشي الرونديفو غدا. وهنا غندخلوا لواحد الموضوع معنك شويه، اللي هو هل الانسان مخير او مسير؟ فهو مخير في شي حوايج ومسير في شي حوايج.
الا مخير اخويا في الوقت دير معايا مع 12 وشي مع 12، تخش تقول لي داكشي ان شاء الله راه ما تنفهموش، لان المشيئة هو انك انت كاين حاضر، فهمتيني؟ ما ديرليش شغل حمارون باش تفهمو العمق. ولا تقول لك انت تكون انت تهضر مع شي بنت تبغي دير معاك الجميل، فهمتي؟ انت تقول لك تقول لها انا غادي بخير تنتقاتل، تقول لك ويا والله يسهل امرك، تيجيني بحال هضره د السبيطارات، وحق الله تيجيني تجيني بحال الكلوات تفشليه، والله الله يسخر امورك. ما كاينش ما تكونش نقاش بناء، راه هادشي اللي قتلني. ماشي اها معيشة تمشي فاش تجي، شنو هي الماده اللي عندك، شنو غدير، تنقص، واش كاين هنا اشكاليات في هذه النقطه؟ لا، من بعد تقول لك الله يسهل، بعد تقول لها راه عندي واحد الخدمه غدا، تقول لك الله يسهل عليك، الله يفتح، تنعيط لها انايا غير الهضره ديال باب الجامع، الله يفتح عليك ببال الخير. ملي تقول راه بغيت نتناقش، انا ما بغيتش اللي يدعي معايا، لان الدعوه الوحيده اللي تنعرف هي الحمد لله، انا هي اللي تنعرف، انا حمد الله شاكر، عندي ما عنديش حامدين شاكرين. عفاكم بلا ما تعايروا، هدر بلا ما تعاير باش نقد نكمل اللايف. دوك انا بالنسبه ليا انا تنعرف الحمد لله هي اللي تنعرف الدعوه، حاجه اخرى تنبغي نتناقش. مثلا تقول الدري بحال دابا لي كونفرساسيون تيوليو مملين، تتهضر مع شي دري تيقول لك شنو دير، تتقول له انا مع الموسيقى، تيقول لك والله يسهل عليك، ما تيقولش بنا لوجيسيال. دونك انا بان ليا بان هذا من اكبر بالنسبه للدراري، تيقول لك سير انت طالق علينا الشفاوي وداك الشيء، انا مثلا راه باش الشفاوي باش غيرت الامم، يعني على الرسل شنو جابوا، جابوا هي الشفاوي، ما تحقرش الشفاوي، ما تحقرش في الخطابه، سينورك تتقرا قران نزلي على لسان نبي، كانت هي المعجزه والمعجزه الوحيده للاسلام هي هي الكلمه ديال القران. خوش خوروا في الاضرار تنضحك عليكم. باختصار دوك تنظن اننا خصنا نوليو اكثر واقعيه، تنظن ماشي سيور، اكثر واقعيه، نتناقشوا باكثر واقعيه وتولي امورنا اكثر واقعيه. معيش نجي غنجي مع سته بيله غتلقاني في زنقة حركاتها واقف جلده. دونك هنايا عرفتي باغي نكمل وعيني تتمشي لي كومونتير وتنتبرزات، وحق الله تنتبرزات والله، تي تنقرا شي حوايج ما تنقراش، نجاوب واحد بواحد. المهم انا عارف راسي تنحفل الحجره، طلق علينا العيا عاوتاني. تيم تنقرا لي كومونتير تنعرف مع من عايش، تنعرف ما عرفتي، حتى واحد ما اسلوبه تيفرح، واللي تيساب اللي تيقول كاميها ناري 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 مع من عايشين، ناري 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 ناري. هذه تجربة مفرحة وحق الله، طالق علينا انت يا الخيطانوس، ناري ناري يا صاحبي، خويا راك ناقص، هذا زعما راه اجملهم. ايوا راه الكمال لله، شكون اللي فين عمري انا قلت انا هو الواعر وانا هو المجهد، ناري ناري، رحنا اللي عايشين معاك ما تعيش معايا اخويا. نورس ان شاء الله ليس معي المتقول، لان اي خطوه تقوم بها ف الا راه انت ما فهمتيش، انا ما تقولش ما تقولش ان شاء الله، قول ان شاء الله مع راس، قول تهلا غد ليه، قد معايا الرونديفو، قد هو الاول 6:30 غنكون واقف جيت حمام شليح بيل تلقاني تما ان شاء الله. تتقول له معايش جيت، يقول لك ها ما بين الخمسة ما بين الخمسة وستة إن شاء الله. دوك هنا إن شاء الله بحال لنا نافية، بحال شي وحدة تتقول ليها واش غنتزوجوا، تتقول لك إن شاء الله، ما كانش آه غنتزوجوا باغاك على سنة الله ورسوله، غنوجدوا إن شاء الله ونديروا كذا وكذا وإن شاء الله بتيسير من الله نكمل.
تتخسر عليك ان شاء الله، وتطلع انت تزدح راسك مع الحيط ونزل. علاش نقول لكم موضوع حساس؟ انا ما عنديش مشكل في الادعيه زويونين، بحال دابا تدخل عند مريض للسبيطار، نحاول ما نقراش الكومونتير باش نكمل الهضره. تدخل عند مريض للسبيطار، مريض شي بغي المريض تهز له المورال، شو تبدا عليه؟ والله يشافيك، الله يدير لك تا ولد الخير، الله يشوف من حق الله يصوب عليك، ادعيه زوينه. وانت تلقاك ما موضي وتلقاك مجونب كاع ما سوقاكش، المهم انت باغي يدعي. هو المريض مالو تقول؟ خصك شنو تقول له؟ تبارك الله وجهك تنور، هو احسن من البارح. ويلي انا تخلعت، هو مسكين غيموت، انا تخلعت صحابي غنجي نلقاك صفر ولا خضر. اش جالس عليه؟ والله يصوب، والمسلم مبتلى وصبر، ان الله لا يصوب لك في هذا النهار. بقى خص غير الاخر المؤمنين، امين الله يصلح لك، امين الله يصافي لك المراره، امين الله يقد لك الراس، امين. المريض راه تيبغي المورال عباد الله، راه تيبغي المورال. ادعيه دعي معاه في صلاتك، توضى وصلى وكون انسان قوي ومدعي معاه في صلاتك بينك وبين الله. والدعاء عنده شروط، توضى واستقبل القبله وهز الكفين ديالك بواحد الطريقه وبدا بآيه، وهاد بدا تدعي كون راجل كون امراه يا انسه، ماشي دخل عنده تقتل له العرق الاخر. والله يصوب لك، الله يشوف من عرفتي الله يشوف من حالك. تيقول لي شي واحد تنكع، والله يشوف. علاش شنو نقول انايا؟ انت صحيح فورمتك زوينه بعقلك، اش غيصوب لك الله من غير هادشي؟ انسان زوين، دريه بوغوصه تتعرف تلبس، واقفه زوين، واكله ما فيها حتى شي مرض خبيث، انت شي صوب لك الله؟ شي يزيد يصوب لك؟ ديجا هو متعك زيدك على عباد الله العاديين. وتنعيا نشرح هادشي لعباد الله، راه حنا تنشرحو للحياه، راه خص تكون ممتن عباد الله. الدعاء الوحيد اللي نقدر ننصحكم به هو الحمد لله، الوحيد هو حمد الله والشكر لله الوحيد. لان انت صحيح فصحيح ما غادي على كروسه، ما فيك مرض خبيث، ما عندك حتى شي حاجه مقلمك، ما تبقاش تقول يا والله يصاوب لينا، اش غيصاوب لك الله؟ بقاي له حمك في شيبيريا اللي بقالك، تكون غادي وما تبانلكش بير وطيح، هادي المصاوبه وتهنينا منك. ولا هادو اللي تيكتبوا لي دابا لي كومونتير، الله يصوب ليكم يا رب، يصوب لهم شي حفره باق طيحوا فيها. دونك انا تنظن ان المورال مهم، وان الضبط مهم، مهم الضبط، خص الضبط معايا، ضبط معايا. اجي مع ستة ستة، شفتيني مريض هز لي المورال، قول لي تبارك الله وانت وليتي وتنورتي، ويلي واش كنتي بحال البارح؟ الحمد لله، الحمد لله، الدعوة الوحيدة اللي نقبلها هي الحمد لله. مي حاجة وحدة، الإنسان لديه عقل ينتج لنا أفكار، أفكار هي التي تحدد توجه الذات، أما الأدية تبقى مجرد أفكار تخفف عن النفسية وهي بعيدة عن الواقع. هذه هضرة زينة. دونك انا هذا هو الراي ديالي، وتايب نفسانيا سمعوني نقول لكم اللي تتسبوني من قبيله، تا نفسانيا. تخيل انت جالس مدمر، سقطتي حمار سقطتي في شي امتحان، ولا مثلا حمار جرح لك شي معلم بحال اللي طرا لي انا في خبركم، دفعت لشركه الزبل ما قبلونيش، طلعت حمار في نظر شركه الزبل. تخيل ترجع وتتبدا تهضر مع بعض، سيرتو البنات تيهضروا مع بعضياتهم، تبقى تقول لها والله يصوب لك، الله يصوب لك ها الزغبي الله يشوف من حالك. مالها مالها شنو ناقصها؟ خص شي واحد يقول لها انت حماراتون، انت ديال رفع الاثقال مثلا، تصلحي في لاوت كوتور، تصلحي تكوني كتيبه، ما غتكونيش حماره ككتيبه، ولكن راه ما يقبلوكش الا خدمتي في السيكوريتي. خص شي ناس بدا تهضر، تا راسك ملي تتبقى طيح المورال راسك، راه واحد الادعيه راه تطيح المورال ديك، والله يصوب ليا، اش يصوب لك انت؟ صحيح صحيح نوض شقه. الامتنان والحمد لله هادشي اللي تنعرف، خطا حاجه اخرى حمارون. الامتنان والحمد، انا تنحمد الله عاجبني راسي، اللهم لك الحمد، واكل ما واكلش عندي ما عنديش، الله اللي عالم ما في الجيوب، بلا ما نبقاو نطولوا هذا المسدس الطويل، الله اللي عارف ما في الجيوب، حمد الله شاكر وما في حتى مرض، واقف
تيبان ليا لافونير، تنقول ربي الحمد لله هادشي اللي فيا نقد نبدل. دوك ملي تتجلس المجتمع كله ديرها الله يصوم الله يقاد، تتسنى والله يهبط من سبع سما، راه ما عمرو غيهبط، لانه كما قلت لكم كاين شقين، التسيير والتخيير. انت مسير في شي امور، الموت، الحياه، من تكون، الى اخره، الرزق الى اخره، ولكن اخويا مخير في اختيارات الحياه. الله يحفظك اخويا مهدي جلال، انت مخير في امور الحياه. دوك راه اللي هضر معايا ولا هضرت معايا بقاو عليا والله يصوب لك اخويا، انا اختي راه ما مريضش انا ما معاقش بخير، انا الحمد لله عجبني الحال، عندي مشاكل نقشوا معايا على قد المشكل، ومن بعد يمكن لكم تدعيو، يمكن هذا الشيء غلط يمكن صح. انا هذا الشيء اللي تيبان ليا. واحد كان سجل حدايا تيقول بلادي 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 كاين حاجه اخرى حتى هي اللي هي اللي قلت لكم ادب الدعاء، تخش تصنتحوا، تخش تكتبوا ليا شي وحدين تكتبوا لنا دي كومونتير، وهز فيسبوك مع 11 د الليل شد دير شحال هذه مع 12 قلتوا لي شد دير فيسبوك، راه تنقول عليكم ما تبقاوش تخرجوا عينيكم، ما تبقاوش تخرجوا عينيكم، راه تجيبوا لي الضحكه، هذا وقت نني لان قرب ثلث الاخير من الليل، نتصلي المؤمن المؤمنين هنا اللي تجاهدوا فيا، راك خصكم تكونوا ناعسين حلينش فيسبوك، شديرو فيسبوك بالليل. المجاهدين جابونا المجاهدين، شديرو تتقراو تتقراو، قول لي يا خويا كاينه شي حاجه مهمه انا معاكم. سبت العصر الله يصاب هلا المجاهدين في سبيل الله، شديرو دابا بالليل ها شتدير راكم غادير في الخسرانة حماتي بلا ما نقول لكم ورا فيسبوك شنو قد يقول، بلا ما تبقاو تجاهدوا فيا انايا، اي واحد ساهر معايا دابا فهو اخ بحالي بحاله. شت حماتي راك غادي في الخسران، لان باقي ما وصلت الوقت الموقع الازرق، تنشمك غادي يجي الطريق وتجاهد فيا شويه وتدوز له بحال طريق تيفلت، عقلت على تيفلت. دوك بالنسبه للمجاهدين، بالنسبه للمجاهدين تنقول لكم ما ديروش طريق تيفلت في المورا اللايف ديالي، هذا هو الجواب الوحيد اللي عندي. اما المؤمنين اللي تيهضروا في الدير الناعسين، حنتقرب قيام الليل قرب راه ناسين دابا، يفيق ويتوضا ويقرب السلام من الذكر الحاكم ويبدا الادعيه. هادوك الناس وحد اخرين هادوك ما تلقاوهمش دابا، لا بغيتي تستمر عليه تتنوض وقت الصبح، والصبح اذا تنفس تلقاه واقف قاري، هذا كيقد يناقشني بانني طالق الخيطانوس، اما نحن هنا تنتسناو تنجي نطيبوا الناس ونتسناو. ويا خويا سعد تنت سندم استغرب شي جملة مفيدة ما عرفش تعجبوني المجاهدين، المجاهدين تعجبوني أنا وحقا تعجبوني المجاهدين ناريش تدني الفغير يا ربي تصوب لي أنت تضحكوني وحق الله مصيبة مصيبة الوحدات اللي العصر معك في فيسبوك وتيهضر معك على الله، مصيبة مصيبة وحق الله برازرز مصيبة مصيبة وحق الله إلا المصيبة عاش حال هادي شي الوحدة ولا الله مصيبة الله الله عرفتي بغيت نهضر نقول لي جملة مفيدة ما عرفتش المعمواق معوق وتقول لي الله يشافيك هالصحيح وياه
منين تدبر على الغليه. لا اخويا ما كان لا غليه لا والو، نجلس غير قرا لي الكومونتير ديالكم احسن من الغليه. وهي الفوغيغ مصيبه بصافي. وهذا الشيء اللي كاين، هذا الشيء اللي كاين. تشكركم على هذا الوقت، ودابا راه باقي الناس تجاهدوا فيا. عرفتي بنادم وجهه قاصح وحق الله معوق معوق، وتتقول لي الله يشافيك. والله الا بصح، والله الا بصح، ما تبقاش فيها، راك غادي في الخسران يا حمادي. ما انت فلت ما بلا والو. نورس فايق يوتيوب يوتيوب نورس. مرحبا الحاجة ايمان خيق، جامع نصف الحقيقة لقيته النصف الاخر مازال. فوالا هادشي اللي تنظن، تنظن خصنا نبدا نواجهوا الامور. الادعيه زوينين ولكن ماشي هما الاولين، تيخص الضبط. ولا مشيتوا عند شي مريض ما تكملوش عليه، الله يحفظكم بالدعاوير. راه تيزيد مرض القلب وراه تيولي ابيض. حمسوه واحد شي شويه، والمجاهدين نتلاقاو في المواقع الزرقاء من مورا هاد اللايف. تنشكركم بزاف، تهلاو في راسكم. بيزو. ما بقاش فينا تحبس دابا هاد اللايف.